استاذ سليم، ان شاء الله تصالحت انت وزوجتك. تصالحنا استاذ، بس لما وصلت على البيت وشافت خدي احمر ما رضيت تصالحني، قالت لي انت ومين متخانه؟ ما انا عرفان انه في مزح بيني وبينك سئيل. كافي مزح هلا، مو وقت المزح وقت الجد. انا الحقيقه بدي اياك بخدمه صغيره تشرح لي فيها شلون بتخليها تغار عليك، يعني انت شو بتساوي لحتى تخليها تغار؟ شلون يعني استاذ؟ يعني يعود لك شو التصرف اللي بتتصرفه لحتى تخليها تشك فيك وتنهمر عليك بوابل من الاسئله؟ استاذ انا ما بساوي شيء، بس هي ظنونه كثير وبتشك كثير وبتغار علي. يعني مثلا اخي سالم بتوهمها انك على علاقه مع وحده ثانيه؟ لا بوهمها ولا شيء استاذ، بس هي رفقاتي اللي بسهر معهم بتعرفهم منيح وبتغار منهم، فكيف بدي اوهمها انه انا على علاقه مع وحده ثانيه؟ بتطرفق الدنيا فوق راسي. يا ريت لي عندي عندك شو عم تقول استاذ؟ لا 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 ما في شيء، قوم استاذ سالم الله يرضى عليك. هلا بتضل داير بالك على زوجتك، ممكن ما انزعجش منها بتقول لها بدي اطلقك. طلاق مو لعبه، فهمت؟ يعني الطلاق ابغض الحلال عند الله. بتضل ريح الله يرضى عليك بعلاقتك مع زوجتك، ريح. انا مريح، ريح. تفضل، مع السلامه. مع السلامه استاذ سالم. نيالهم على السعادة اللي عايشين فيها مو الحيط اللي عندي. لوين رايحة؟ مدير طلبني. غوي إيش؟ غوي كلوني غوي. بس تطلع من عندي. غوي بس تطلع من عنده مرة عندي عاوزك. غوي إيه؟ حاضر. غوي إيش؟ قطع. مو من عندنا أستاذ، من عند الجيران. طمنيني مدام منال، ان شاء الله ما رجعتي اختلفتي مع زوجك. لا 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 بالعكس، سمني على عسل. الحمد لله الحمد لله. بس الحقيقه انا ماني عارفه كيف بدي اتشكرك يا استاذ. الحقيقه انت انقذت حياتي من الدمار، انت رجعت لي البسمه لشفافي. ما في ما في ما في ما في ما في داعي تتشكرين، يا ريت تبعدي شوي لحتى اعرف احكي. انا اللي بدي وصيكي انك تختاري التوقيت المناسب اللي تنهمري فيه على زوجك بوابل الاسئله. اسأل جوزي؟ لا 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 ما بقى عيد بنوب. انا ما صدقت امتى تراجع عن الطلاق، معقوله خليه يرجع له مره ثانيه؟ شو يعني؟ يعني الله معه، مطرح ما بده يروح يروح، المهم يرجع لي باخر الليل. غلط غلط طبعا، هذا غلط. شو يروح مطرح ما يروح؟ شو هالحكي هذا؟ هذا اسمه لا مبالاه، هذا اسمه عدم حب للزوج، هذا اسمه عدم احترام للعلاقه الزوجيه. بتعرفي انه عدم سؤال الزوج وعدم الغير عليه شو هن مخبزة الحب يا ست منال؟ ابدا هذا الحكي مو مزبوط. هلا بترجعي وبتتابعي غيرتك على 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 زوجك، ونحن من ورائك. نحن شو ده بتتابعي غيرتك على زوجك، فهمتي؟ لا 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 دخيلك، لا بدي غار ولا بدي انحرق بنار الغيره. لا غلط، نار الغيره يا خانم ما بتحرق، بالعكس نار الغيرة بتدفي الحياة الزوجية، بتجمع القلبين على المقلاية، مو يعني بتأجج الحياة الزوجية، هيك لازم تفهمي نار الغيرة. ايه بس أنا وجوزي بنحب بعض بدون تأجيج. ايه لك كانت تأججي على مكتبك يلا! عندي غير عم يجري عندي. شبانة. كله من حرقة قلبي. من هالحيط اللي عندي. خير؟ منال شو بك؟ مدير شبه قلعني من مكتبه. قلعك من مكتبه ليش؟ ما بعرف. شلون يعني ما بعرف؟ ممكن رايحة اتشكره، عم اقول له اني حرمت بحياتي اسال جوزي شي سؤال. ما شفت لكم يا العصب وزعل ونقلب حاله وراح ملعني من مكتبه. شو عم تحكي انت منال؟ اكيد عم تمزحي. الله وكيلكم، هذا اللي صار. هلا معقول الاستاذ جميل يقلع موظفه من مكتبه وجاي تتشكره؟ لا 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 ما معقوله. هلا المهم ذكرتيه بموضوعي ولا لا؟ شوفي الثانية، عم اقول لك قلعني من مكتبه، بتقولي لي ذكرتيه بموضوعي؟ أنا رايحة لعنده بذكره بموضوعي، وبشوفه بحاول أعرف منه شو القصة. وشو رايحة تعملي عنده؟ شغلة خاصة. إيه ما قلتي لي؟ ما هي الشغلة الخاصة اللي بدك الأستاذ جميل فيها؟ عم اقول لك شغلة خاصة، يعني ما بقدر أقولها غير إله. إيه؟ ليس هنا. وينه؟ ذهب إلى المحافظة. أمسي أمل. نعم أستاذ. يا ريت تقدمي لي بيت الاستاذ وسيم مره ثانيه. حاضر استاذ. بقى قلتي لي ذهب على المحافظه ما هيك؟ هلا بدي اقول له. لحقي مدى. بعدين بتصل بالاستاذ وسيم. نعم.
الله ينعم عليك ويزيدك من نعيمه. خير يا مدام سامية. الله يرزيك الخير ويسمي مراكزك يا رب. يا ريت تتفضلي على الكرسي مشان نقدر استوعب. حاضر. بدي منك معروف ما رح انسى لك يا طول عمري. على الكرسي. حاضر استاذ حاضر. استاذ انت بتعرف انه انا جوزي ميت من 10 سنين وانا وبنتي عايشين لحالنا، ما عندنا حدا يدق باب الدار علينا، ما عندنا حدا يتفقدنا ويقلنا شلونكم. على الكرسي واختصري. حاضر استاذ حاضر. باختصار يا استاذ جميل، انا شقيت كثير لوقت ما كبرت هالبنت وعلمتها وخرجتها معها السكرتيريا، واليوم ما عاد فيني اقدم لها اكثر من هيك، فانا مالي غيرك اطلب مساعدته. هي بسيطه، فهمت عليكي، تكرم عينك. تفضلي. عفوا استاذ، انا مو جاي اشحن، انا جاي اطلب مساعده. هي بسيطه بس ما تتزلزلي، قولي لي شو نوع المساعده اللي بدك اياها؟ توظف لبنتي. وين؟ هون بالمديرية. يا حبيبي هذا اللي ناقصني، موظفة تانية بالمديرية أكيد طالعة لأمها وبتهز. أستاذ شو قلت؟ بحياتي ما رح أنسى لك هالخدمة طول عمري. أنا مو لازمني موظفات، وين بدي أوظف لك إياها؟ بنتي متخرجة من معهد سكرتيريا، حلوة كتير وذكية كتير وبتبيض الوجه، وإذا بتعينها سكرتيرة قالك أنا متأكدة إنها رح تريحك على الآخر. قال بتتعين بنتها محلي؟ بسيطة، أنا بفرجيها. شو قلت أستاذ؟ خليك عندك. بصراحة أنا مو لازمني سكرتيرات، أمل كتير مريحتني ومالي بحاجة لوحدة غيرها. طيب أنا بكرة رح أجيبها معي مشان تتعرف عليها، وأنا واثقة إنك لما رح تشوفها رح تغير رأيك. طيب. يا حبيبي ناقصني وحدة حلوة مشان أتلبك أكثر مالي متلبك أنا. بقى قلتي لي ذهب إلى المحافظة ما هيك؟ أرفور. أبوي قال مريحته، والله لو بيداوم يوم الجمعة لداوم معه. تقبرني. شو يا؟ قلعت كمان من مكتبه؟ لا. لكن ليش جاي مزعوجة؟ من سكرتيرته الحسناء اللي وجهه بيقطع الرزق، ما كنت تخليني فوت أقابله. المهم قابلتي ولا لا؟ قابلته. وطبعا ذكرتي بموضوعي؟ طبعا ذكرته وحكيته، وقال اليوم المساء بيرجع لك جوزك. وردة. عفوا أنسة، وردة ممكن أسألك سؤال؟ نعم. امبارح كان في قدامك باقة ورد هون، وينها؟ اللي أخدها رجعها. لا مو صحيح، أنا ما أخذت شيء. معناتها أنت اللي جايب لي إياها. اللي بعت لي حمى زلقت أنا، زلقت. خذها لك. ثاني مرة إذا بتعمل هيك والله لإلا لمرتك وأعمل لك فضيحة، إلا أول ما لآخذ بكل هالمديرية. بعدين تعال هون، شلون بتقولي إنه نسيم هو اللي جاب لي الوردات؟ مو عيب عليك بدك تطلعني بالخجلة قدامه ما هيك؟ نسيم؟ وينه نسيم؟ ليش إجا نسيم؟ إيه إجا. وورجيتي الرسمة اللي رسمتي له اياها؟ ما رسمت له شيء، انا كنت عم بكتب اسم نسيم تاني. شو ما في حدا غيره اسمه نسيم؟ بلا، امي. يرجع لهيك حالي لها. وين نسيها؟ راحت. لوين؟ لوين بدها تروح يعني؟ على بيتها. او ما لحقت تدرسها؟ يخزي العين عنا شو ذكية، ما شاء الله حول عقلها بالدراسة، دغري بتستوعب. طيب ليش ما شفت لها دروس تانية؟ بركي في شغلات مفهمانتها. لو بدها شيء كانت قالت لي. بجوز استحي. استحي على اساس وشها وش حياة. بس اللي مجنني شلون امها بعتتها لعندي مشان درسها هون بالبيت. وشو فيها اذا بعتتها لعندك تدرسها؟ جارتنا اعتازتنا بشغله، شو فيها اذا درستها؟ مو هذا قصدي. قصدي انه كان لازم تجيب لها مدرسه تدرسها، مو مدرس. هلا هذا يلي زعجك؟ ايه ستي هذا اللي زعجني. ليش حضرتك لو كان عندك بنت بهالعمر كنت بتبعتيها لعند مدرس يدرسها عنده بالبيت؟ عم تحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. إيه بس البنت صغيرة وما عمرها غير 15 سنة. يا هنا هذا العمر خطير، مشان هيك لازم يدير باله الواحد، هي مراهقة. ما رح لك رد، أنا برد، يردوا علي بلاطة. ألو؟ أهلين أستاذ عدنان، أهلين. جولة؟ إيمتى؟ بكرة؟ يعني أستاذ عدنان ما ممكن تأجيلها ليوم السبت؟ لأنه بكرة عندي عزيمة لعند حماتي.
ماشي. لا لا ما في ازعاج. ماشي تكرم عينك. اهلين استاذ عدنان. اهلين الله معك. خير؟ شو بده الاستاذ عدنان؟ هذا مدير السياحة اللي عنا بتعرفه. ما عم بسألك مين، عم قلك شو بده. هو في وفد سياحي جاي بكرة وبده يعني اطلع معه. وليش قلتي له حاضر؟ لأني ما بقدر قل له لا. لا بتقدري، لأنه بكرة الجمعة ومو من حقه يشغلك بيوم راحتك. يا جميل يا حبيبي، نحن عنا بالسياحة ما في أحد وجمعة، إمتى ما طلبونا لازم نطلع معهم. بس هيك ما بيمشي الحال، بكرة الجمعة ومن حقي أنا والولاد نقضي معك. طيب شو بعمل؟ هذا شغل مو بإيدي. ما عاد بدنا هالشغل، قدمي استقالتك. بالله شو؟ بدك يعني أقعد بالبيت بين أربع حيطان، أطبخ وأكنس وأمسح؟ ما بدي. نحن أولى فيكي. بعدين دخيل الراتب اللي عم تاخديه، يا دوب يكفيكي مكياج. شغلي بحبه وما بتركه. نحن ما بتحبينا وبتتركينا. ما جميل لا تعملي منا قضية. شو كل مرة الوفد رح يجي يوم جمعة؟ ماشي الحال، هالمرة بس رح نستناكي لتخلصي جولتك وبعدين بنروح سوا لعند أمي. إيه بس يعني طعمتي السمكات؟ شو هي بس وطعمي السمكات؟ هنا بعرفك بس تنزنقي بتبسبسي. طلعي لشوف فهميني شو الموضوع. يلا الجولة هي لتدمر، وبصراحة هي مخطط لها انه نقعد يومين. يعني انا ما برجع لبعد بكرة المساء. يومين؟ يعني بدك تنامي هنيك؟ مو بالصحراء، حاجزين لها مع الوفد بأوتيل. وانا؟ شو انت؟ بتخاف تنام لحالك؟ ولا يهمك، نيم طارق على يمينك وسليم على شمالك، هني من زمان مشتاقين لك. لك انت ما بتخافي بغيابك اعمل لي شيء؟ عملي انا. عملي مثل شو؟ العب بديلي مثلا. لا حاطة ايدي ورجلي بمي باردة، مأمنة. تعرف ليه؟ ليه؟ لأنه ديلك قصير ما بتقدر تلعب فيه. باي خوف.